مرحبا بمتابعينا الكرام مباشرة من جامعة ثانية فرقيق، جامعة ثانية فرقيق لرئيس ديالها في غياب تام. نقولها جينا هنايا للجامعة، أنا الناس في الجامعة هاي قدامكم، حيث أن رئيس الجامعة لا يتواجد بالجامعة من نهار الخميس. الخميس كاينين الناس اللي جاو باغيين يقاليزيو ساعات البحر، لكن قالوا لك لا اله الا الله يرجعون. جامعة الثانية بردين، ان بعض المواطنين المغاربين رفضوا انهم يعطيو تصريح خوفا من باش ما يتقاليزوش باش ما يتوقعوش من الاوراق ديالهم. لكن للاسف هنا كنشوفوا انا رئيس الجامعه في غياب تام لعده ايام وكذا، واليوم الاثنين اللي خاص تكون المصلحه ديال المواطنين، انه الرئيس ما كاينش الجامعه، وهذا خلق سياء كبير للساكنه والمواطنين. دابا انا حضرت للنازله، ان السيده باغا تقاليزي الاوراق، كتقول لك انا الرئيس ما كاينش، الموظفات كتقول لك طبقات معك القانون، لا سير جيب هذه سير جيب هذه سير جيب هذه، لا بغيك تجيب، تقول لك انا الرئيس ما كاينش، الرئيس في غياب تام في الرباط، اش باش يدير في الرباط، مبررات ما كاينينش، الساكنه المصالح ديال الجماعه والمصالح ديال الساكنه ما كايناش. حتى الموظف تقول اتصل بالرئيس، تقول لك انا ما اتصلتش بالرئيس، انا في شهاده في حاجه، تقول انا انه يتم اتصال بالرئيس، لانك كترفض انه يتم اتصال بالرئيس في الجماعه. هذا امر خطير اللي كنشوفوا انا نستنكر بشده ما تقوم به في هذه الجماعه الثانيه تبرقيق مباشره. الساكنه اللي كيستنكروا، وجينا انا الساكنه رفضات بتاتا بعض المواطنين انهم يدلوا بالتصريحات ديالهم، لانهم تيخافوا على المصالح ديالهم. كذلك ما كنهضرش مع من تهضر في لا من الموظفين لا من الناس كيتشكاو، ما كاينش غايقاليزي ليهم. تسنى حتى الرئيس يومين وثلاث ايام عاد يجك، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. مباشرة على قناة شوف تي في تنقل لكم بالصوت والصورة من أمام هاد الجماعة القروية اللي كانت وصلنا عليها عدة وثائق، أن هاد الناس هادو ما كاينش اللي يوقف معاهم، ما كاينش اللي غيسيني ليهم، ما كاينش اللي غادي يهضر، لا حول ولا قوة إلا بالله. كما قلنا أن الساكنة تستنكر الساكنة الناس طالع عليهم من هاد الشيء هذا، ما كاينش اللي غايسيني ليهم مراقبهم. هاد الشيء من العيب ومن العار، ان الجماعه ما فيهاش رئيس اللي غادي يسيني، ما كاينش رئيس اللي غادي يسيني حتى حد، لا يعطيكش يعني ما تقدرش معاه ما تهضر. واش ان كاين شي رئيس انه ما في شي جماعه انه ما دارش التفويض لتصحيح الامضاءات، ان اللي غادي يسيني ولا غادي يصحح الامضاءات، يعني ما كاينش. دائما مباشرة على قناة شوف تي في تنقل لكم بالصوت والصورة من امام جماعة ثانية تبرقي اللي في هاد النازلة، اللي كما تنقولوا مازال ان شاء الله غيكون عندنا ملفات على الجماعة، ان الرئيس من نهار جينا الخميس، جينا الخميس قال لي مسافر الجمعة الدو، اليوم الاثنين اللي كيعرف اليوم الاول من هذا، وكان حنا حتى الهاتف ديالو ما كيردش عليه، حتى الهاتف الرئيس ما كيردش على الهاتف ديالو، ما كيجاوبش، كيعيطوا باش يجيو يقدروا الناس المصالح ديالهم، الا كيرفض كيجاوب، كيرفض انه
الجوب في التليفون التلفوني. يعني هذا عبث بالمواطنين وبالناس اللي عطاو الاصوات ديالهم، الناس عطاو الاصوات ديالهم لرئاسه الجامعه. هذا يعني امر خطير، ومن هنا خصك ان تقيل التهديدات او شي حاجه. راه الناس يعني طاو على البلاد. هادشي اللي كنتمنى كما قلنا لكم ان رئيس جماعه سانية برقي الناس اللي باغا تكاليز وباغا تسيني ما كاين حتى شي واحد غادي يدير شي حاجه. المنكر المواطنين ما سينا وما والو، اما الناس هما جايين ما سيناوش، ما سيناوش كما كتشوفوا الناس مشات بلا ما تسيني من امام جماعه سيد برقي. نقول لكم الى اللقاء، كنتمنوا من الرئيس انه يحضر الجامعه، لان الرئيس ما كانش في الجامعه من نهار 6 كوك انا ماشي الرباط، والمصلحه ديال المواطنين في غياب تام، غياب تام لمصلحه المواطنين.